الرئيس السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اختتام فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية. بعد إسقاط الطائرة الروسية، إسرائيل تقول إنها لن توقف ضرباتها في سوريا لكنها ستبذل مزيدا من الجهد لعدم الاشتباك مع القوات الروسية. الثانية عشر ظهرا العاشر بتوقيت جرينتش، مرحبا بكم. نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة والتي تتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والمواقف المصرية تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤية مصر لأولويات صون السلم والأمن العالميين وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي. كما يترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة 77 التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة. ويلقي الرئيس السيسي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع الذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب. كانت أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد انطلقت الثلاثاء الماضي لمناقشة سبل إحلال السلام بمناطق الصراع في العالم والاتفاق الدولي للهجرة، فضلا عن مكافحة التغير المناخي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في أول أيام المناقشات العامة والتي يستعرض خلالها حجم الإنجازات التي تحققت في مصر في الآونة الأخيرة. اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 ملتقى رؤساء وقادة وكبار مسؤولي دول العالم للتباحث في مختلف القضايا الدولية المشتركة على الأصعدة كافة وسبل تطوير التعاون الدولي المشترك. ففي الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر كل عام تنطلق الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكبر حدث دبلوماسي يشهده العالم أجمع، مترقبا كلمات رؤساء وزعماء دول العالم التي يتحدد خلالها موقفهم تجاه القضايا الدولية المشتركة. رسائل وكلمات مهمة يلقيها قادة ورؤساء دول العالم من على منبر الأمم المتحدة، كل يعبر عن طموحات وأمال شعبه وفقا لمواضيع المناقشة العامة المطروحة على جدول أعمال الجمعية. وخلال الدورة الحالية يترقب العالم مناقشة ملفات مهمة ولعل أبرزها إصلاح المنظمة الدولية ومؤسساتها ووضع صيغة نهائية للاتفاق العالمي للهجرة ومتابعة تنفيذ جدول أعمال تمويل التنمية المستدامة والعمل على إطار دولي لمكافحة التغير المناخي، فضلا عن بحث إحلال السلام في مناطق النزاع والصراعات وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط. ووفقا للجدول المعلن من جانب المنظمة الدولية، فمن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في 25 سبتمبر الجاري، وذلك في اليوم الأول من جلسات المناقشة العامة.
ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس السيسي خلال كلمته إلى شرح مختلف الإنجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية، واستعراض جهود البلاد في مكافحة الإرهاب ونتائج العملية الشاملة سيناء 2018، إلى جانب رؤية مصر لتطورات الأوضاع في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية. وتترأس الدورة 73 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشاعرة الإكوادورية ماريا فرناندا سبينوزا، والتي لم يعسمها عقب انتخابها رئيسة للدورة الحالية لتكون أول امرأة من أمريكا اللاتينية والرابعة عالمياً التي تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة الدولية. ومنذ أن تم إنشاؤها في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تحتل الجمعية العامة موقع الصدارة بوصفها الجهاز الرئيسي في مجال التداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وتشكل منتدى فريدا لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن كافة القضايا الدولية. اختتمت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 والذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية للعام الثاني على التوالي في الفترة من 8 إلى 20 من سبتمبر الجاري بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية و16 دولة أخرى بصفة مراقب. وتضمن التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات التي تشهدها المنطقة العديد من المراحل التنفيذية والتدريبية بدءا من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية في ختام الفعاليات. النجم الساطع 2018 بمشاركة 9 دول و16 دولة بصفة مراقب. النجم الساطع 2018. اختتمت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 والذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية للعام الثاني على التوالي في الفترة من 8 وحتى 20 من سبتمبر الجاري بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية و16 دولة أخرى بصفة مراقب. وقد تضمن التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات التي تشهدها المنطقة العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدءا من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية في ختام الفعاليات. واشتمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.
كذلك تنفيذ عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية. وفي نفس السياق شاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية في تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، كذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام وتنفيذ غطس تدريبي مشترك لمسح منطقة بالبحر والتدريب العملي على تحييد الألغام بمختلف أنواعها. كذلك تنفيذ عناصر القوات الجوية لطلعات جوية مشتركة. وقد شهدت مراحل التدريب العديد من الجولات التفقدية لقادة القوات المسلحة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومنها الجولة التفقدية التي قام بها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لعدد من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية والتي نفذتها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التدريب. كذلك حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للتدريب والتي نفذت بها القوات عملية مشتركة لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية. فضلا عن زيارة الفريق أول جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الأمريكية والتي تفقد خلالها القوات المشاركة في الأنشطة التدريبية بقاعدة محمد نجيب العسكرية وأشاد فيها بالجهد المبذول والإعداد الجيد لاستضافة التدريب. كذلك تفقد الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية لمركز القيادة المشترك للتدريب ومركز المباريات الحربية والذي يدار من خلاله مشروع مراكز قيادة بحري جوي مشترك CPX. كما تضمنت الفعاليات عقد ندوة لكبار القادة للدول المشاركة في التدريب تناول مناقشة موضوعات الإرهاب العالمي والهجرة غير الشرعية. وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية بمختلف الأسلحة والقوات المشاركة FTX بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد مراكز المقاومة والأرتال المتحركة للعدو، كما قام الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ أعمال القصف المدفعي ضد تجمعات ومصادر النيران للعناصر الإرهابية. كما تم دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة لكل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي للاشتباك مع الأهداف الجوية. واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة. يأتي التدريب استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية، ومن منطلق حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الشقيقة والصديقة.
النجم الساطع 2018. تلقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا شاملا حول أداء موسم الحج العام 2018. وأكد مدبولي أن الحكومة كما تهتم بالإعداد المبكر والتنظيم الجدي لموسم الحج، فإنه يشغلها أيضا التعرف على مجريات الموسم عقب عودة الحجيج، وذلك بهدف متابعة كافة الترتيبات والإجراءات المتخذة لتقييم النتائج، الأمر الذي سيسهم في التطوير المستمر للخدمات المقدمة للحجاج في المواسم المقبلة. يواصل معرض أهلا مدارس استقبال المواطنين، حيث يتم طرح جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 50%. وتتواصل فعاليات المعرض حتى الثلاثاء المقبل من 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء. هي الفرصة التي يحتاجها المواطن بعيدا عن الأسعار العشوائية التي دائما ما ترتبط بالمواسم والمناسبات، لذلك يعد معرض أهلا مدارس موقعا متميزا لتلبية احتياجات أولياء الأمور. ممتاز بصراحة، ممتاز، في حاجات كتير موجودة، وأي حد هيجي هنا هيستفيد من حتى حاجات البيت متوفرة، ملابس موجودة، أدوات مدرسية موجودة وبسعر كويس. الأسعار بصراحة جميلة قوي، وعمالة ألف ومش محتارة أجيب إيه ولا إيه، يعني حاسة إن هي فرصة بالنسبة لنا. يعني 19 معرضا في المحافظات وثلاثة في محافظة الجيزة وآخر في بنها لتقديم مستلزمات المدارس من أدوات دراسية وأطعمة يحتاجها الطلاب بخصومات تصل في بعض الأحيان إلى 50%. الجمهور عامة لما يجي في مكان واحد ويلم حاجته كلها، شنطة، أحذية، لبس، أدوات مدرسية، كل ده أكيد أكيد لازم يوفر له أقل حاجة 25%. اختلف معايا المعرض في أسلوب العرض، في التعامل مع الجمهور المباشر، بدأ إن هم ياخدوا فكرة عن موضوع خصومات عن الشنط المصرية. الدنيا اختلفت طبعا معنا كمعرض، يعني حتى في البيئة اختلف الموضوع. مئات العارضين في موقع واحد يتيحون حرية الاختيار لأولياء الأمور في فرصة تستمر إلى يوم الثلاثاء القادم. مناسبة ينتظرها المواطنون أملا في إيجاد تخفيضات حقيقية تعينهم على مصاعب الحياة، وتنوع في المعروض يجعل من المعرض فرصة للحاق ما فات خارج أسواره. أحمد بكير للتلفزيون المصري. يلتقي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في سياق جولة أوروبية للرئيس الفلسطيني يزور خلالها إيرلندا، ومنها يتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويطالب عباس ماكرون خلال اللقاء بأن تعمل أوروبا على توفير رعاية دولية بديلة عن الرعاية الأمريكية لعملية السلام، حيث يطلب من فرنسا أن تعمل بالتنسيق مع ألمانيا وبقية الدول الأوروبية على إعادة إحياء فكرة المؤتمر الدولي للسلام، وأن تبادر فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطين. حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية والإجراءات الأمريكية الأخيرة تجاه عملية السلام ومنظمة الأونروا. وطالب ميلادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن أمس بضبط النفس وعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في غزة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزام الفصائل الفلسطينية بعدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وأكد ميلادينوف أن التدابير الإسرائيلية الحالية لتعزيز الاستيطان من شأنه أن تقوض حل الدولتين بالأراضي المحتلة. قالت إسرائيل إنها لن توقف ضرباتها في سوريا، لكنها ستبذل مزيدا من الجهد لعدم الاشتباك مع القوات الروسية، وذلك بعد أن اتهمتها موسكو بارتكاب أفعال غير مسؤولة وغير ودية أدت إلى إسقاط طائرة روسية عن طريق الخطأ بنيران سورية، ما أدى إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. كانت إسرائيل قد أرسلت وفدا عسكريا برئاسة قائد سلاح الجو إلى موسكو لإطلاعها على ملابسات الواقعة. في محاولة للتهدئة وتوضيح ملابسات إسقاط الطائرة العسكرية الروسية في سوريا،
أرسلت تل أبيب وفداً عسكرياً إلى موسكو من أجل تبرير مزاعمها حول أسباب إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الروسية عن طريق الخطأ. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته زعم أن سبب إسقاط الطائرة الروسية في سوريا يرجع في الأساس إلى استخدام إيران الأراضي السورية مركزاً لهجماتها ضد إسرائيل، وهو ما دفعه لإرسال الوفد العسكري إلى موسكو. إسرائيل تسعى من جهتها لتبرير مزاعمها بأنه لا ناقة لها ولا جمل في تلك الحادثة، رغم اقتناع روسيا الشديد بأن إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الروسية من طراز L-20 يرجع بسبب مناورة أجرتها طائرة إسرائيلية جعلت من خلالها الطائرة الروسية غطاء لها، ما وضعها في مرمى نيران الدفاع الجوي السورية. وقد أعلنت الخارجية الروسية أن الطيارين الإسرائيليين تصرفوا بدون مهنية على أقل تقدير في حادث الطائرة، مؤكدة أن موسكو ما تزال تطلب تحقيقات إضافية والمزيد من الإيضاحات من الجانب الإسرائيلي. على جانب آخر، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس أن إسقاط الطائرة الروسية سيعقد الموقف بين الدولتين الحليفتين روسيا وسوريا. إن حادث الطائرة الروسية يعقد الموقف بين سوريا وروسيا، بينما لن تتأثر به الولايات المتحدة، ولكنه يذكرنا بالأساس إلى الحاجة الماسة لدعم مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا. وللمرة الأولى منذ وقوع الحادثة تدخل الرئيس السوري بشار الأسد لتوضيح موقف بلاده، ووجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، معتبرا في برقية عزاء أرسلها إلى نظيره الروسي أن مثل تلك الأحداث لن تثني البلدين عن مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا. توقع يان إيجلاند كبير مستشاري المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا والمسؤول عن المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، توقع نشوب عملية عسكرية في إدلب والتي تسيطر عليها المعارضة على الرغم من توقيع اتفاق بين روسيا وتركيا لتفادي تلك العملية. وأوضح إيجلاند أن العنف والغارات الجوية ما زالت مستمرة في سوريا، مضيفا أن الهجمات البرية ستستمر ضد الجماعات المسلحة المدرجة على قائمة الإرهاب. أعلن الجيش اليمني اليوم سيطرته على معسكر الدفاع الجوي شرق الحديدة. وقال المكتب الإعلامي لألوية العامة قد تابع للجيش إن وحدات تابعة له سيطرت على معسكر الدفاع الجوي والمزارع المحيطة به في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة. وأضاف البيان أن قوات الجيش والمقاومة أمنت مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة. قتل 9 أشخاص على الأقل بينهم مدنيان في معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في 4 سبتمبر الجاري برعاية الأمم المتحدة. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت جميع الفرقاء خاصة الميليشيات التي يقودها صلاح بادي إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت يعتبر من جرائم الحرب. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن العقوبات الجديدة على روسيا والتي طالت أيضا الصين تقوض الاستقرار العالمي، وحذر الولايات المتحدة من أن اللعب بالنار قد يصبح أمر خطير. من جانبها حذرت بكين واشنطن من العواقب إذا لم تتراجع عن العقوبات على الجيش الصيني. جاء ذلك ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على وكالة عسكرية صينية ومديرها لشراء عتاد عسكري من روسيا. كما أعلنت الخارجية الأمريكية إضافة 33 فردا وكيانا مرتبطين بالجيش الروسي والمخابرات الروسية إلى القائمة السوداء في إطار العقوبات الأمريكية على روسيا. قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي حول إطار التعاون الاقتصادي المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكزيت لن ينجح. من جانبها جددت ماي رفضها إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تمسكها بخطتها للخروج من الاتحاد. كثف قادة الاتحاد الأوروبي الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وطالبوها بمراجعة مقترحاتها لوضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات بريكزيت التي دخلت مرحلة حاسمة. ورغم أنهم رحبوا بالتطورات الإيجابية في المملكة المتحدة وبأجواء أفضل في التحضير لبريكزيت المقرر نهاية مارس من العام المقبل،
فإن قادة الاتحاد طلبوا بشكل رئيسي من ماي تحسين مقترحاتها الأخيرة أثناء قمة الاتحاد في سالزبورغ بالنمسا. وفي ختام القمة قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية حول إطار التعاون الاقتصادي المستقبلي بين التكتل وبريطانيا بعد بريكزيت لن ينجح. إطار العلاقات الاقتصادية كما هو مقترح لن يعمل جيدا لأنه سينسف أسس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المقترحات البريطانية غير مقبولة كما تم تقديمها كونها لا تحترم السوق الموحد. في المقابل ردت ماي وقالت إن خطتها ما تزال الاقتراح الجدي والموثوق به على الطاولة، ما من شأنه أن يضمن على المدى الطويل عدم ظهور حدود فعلية جديدة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. سنقدم قريبا مقترحاتنا الخاصة لمعالجة مشكلة أيرلندا التي أصبحت تمثل الخطر الرئيسي لفشل المفاوضات وتسفر عن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتوصلت لندن وبروكسل إلى تسوية بشأن معظم القضايا التي يتعين تسويتها قبل موعد بريكزيت، بما في ذلك الفاتورة التي يتعين على بريطانيا أن تدفعها، لكنهم يواصلون التعثر في بعض النقاط وبشكل رئيسي المسألة الأيرلندية. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل الاقتصادي. أكثر من 100 قتيل جراء غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا ومخاوف من تضاعف عدد القتلى. الرئيس السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اختتام فعاليات تدريب المشترك النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية. بعد إسقاط الطائرة الروسية إسرائيل تقول إنها لن توقف ضرباتها في سوريا لكنها ستبذل مزيدا من الجهد لعدم الاشتباك مع القوات الروسية. قادم ما لدينا بعد الفاصل أخبار الاقتصاد بصحبة ميرفت الملكي. أهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزارة التخطيط تؤكد استفادة 355 ألف عميل من مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. أهلا بكم. أكدت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استفاد منها حوالي 355 ألف عميل أو مشروع. وقد أوضحت وزيرة التخطيط أن مبادرة المركزية توفر تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6%، وأنه يتم أيضا العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات إلى جانب هذه المبادرة. أعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية أحمد عبد الرازق أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية. وقد أوضح عبد الرازق أن المرحلة الثانية من الميكنة والتي تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي ستتم نهاية العام الجاري. كما أشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة من الميكنة
ستشمل أيضا إجراءات تخصيص الأراضي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على الالتزام بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، وأشار الملا خلال لقائه مع نائب الرئيس التنفيذي للشركة للبحث والاكتشاف بشركة بتروناس الماليزية على أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية يؤدي إلى الإسراع في عمليات البحث وإنتاج البترول. كانت وزارة البترول قد أعلنت في يونيو الماضي انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى حوالي 1,200,000,000 دولار بعد أن بلغت حوالي 6,300,000,000 دولار خلال عام 2013. أعلن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قد حققت خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت نحو 29.2%. وقد أشار نصار خلال اللقاء الذي عقده مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، أشار إلى أن التبادل التجاري الأمريكي المصري سجل 3,822,000,000 دولار، وذلك مقابل 2,956,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2017. أعلن وزير النقل هشام عرفات رفع درجة الاستعداد مع بدء العام الدراسي الجديد. وقد أكد الوزير خلال تفقده محطة سكك حديد الجيزة أنه تم تشغيل ورديات إضافية بمكاتب الاشتراكات وتعديل مواعيد بعض القطارات الصباحية لتتناسب مع مواعيد الطلبة. في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار ومؤسسة منح المملكة العربية السعودية، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية الدكتورة سحر نصر اتفاقية للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر بقيمة تصل إلى 50,000,000 جنيه، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع لجنة منح المملكة العربية السعودية اتفاقية للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر بقيمة 50,000,000 جنيه بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. التمويل المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية سواء لمشاريع السيناء أو لمشاريع تنموية أخرى في كافة أرجاء مصر الحبيبة. نشكر أيضا الصندوق السعودي لتمويل طرق المشروعات من خلال هذا التعاون ما بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصندوق وصندوق تحيا مصر. إن شاء الله مزيد من التقدم والازدهار لمصر جميعها والشباب. تأتي هذه الاتفاقية في ظل سعي الحكومة لزيادة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب. تضافر للجهود بين طبعا الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية وكل الأجهزة المنوطة بدعم الشباب وتمكين الشباب والشركات الصغيرة، وده طبعا من أهم تكليفات سيادة الرئيس للحكومة هو إعطاء كل الفرص للشباب لأنه بيقوم بدور رئيسي ومهم في التنمية الاقتصادية توفير فرص عمل في زيادة الإنتاجية في بلدهم. تم توقيع مذكرة لتنفيذ الاتفاق من أجل تعميم تطبيق تجربة شارع مصر في مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير تمويل لمشروعات عربات الطعام المتنقلة التي تستهدف الشباب بغرض المساهمة في تنفيذ توجهات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب المصري. منذر أبو دوح، النيل. نتحول إلى البورصة المصرية التي منيت خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بخسائر بلغت نحو 69 مليار ونصف مليار جنيه، وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 780 مليار و100 مليون جنيه في ظل ارتفاع إجمالي بقيم التداولات لتبلغ نحو 7 مليارات و700 مليون جنيه.
قالت عدة مصادر في قطاع النفط إن شركة بترول الإمارات الوطنية إنوك قد استأجرت ناقلة واحدة على الأقل لتخزين وقود الطائرات من أجل ضمان استقرار الإمدادات لشركات الطيران في دبي، وذلك بسبب عقوبات أمريكية منتظرة على إيران. وعززت الولايات المتحدة بالفعل العقوبات التي تقيد مشاركة إيران في النظام المصرفي العالمي، ومن المنتظر أن تدخل عقوبات جديدة حيز التنفيذ في 4 نوفمبر، وتعالج إنوك المكثفات الإيرانية في وحدة فصل المكثفات التابعة لها والبالغة طاقتها حوالي 140 ألف برميل يوميا في ميناء جبل علي. في أسواق البترول العالمية ارتفعت الأسعار وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى خفض الأسعار. وقد ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 26 سنتا ليسجل 78 دولارا و96 سنتا للبرميل، كما زاد الخام الأمريكي للتسليم 7 سنتات ليسجل 70 دولارا و39 سنتا للبرميل. نهاية أخبارنا الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع الزميلة كريمة الحلفاوي، ولكن بعد الفاصل. شكرا ميرفت. ارتفع عدد ضحايا العبارة التي غرقت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا إلى أكثر من 100 قتيل. كان مسؤول محلي قد أفاد بأن الحكومة تعتقد أن أكثر من 200 شخص غرقوا في حادث العبارة قرب جزيرة أوكارا في جنوب أكبر بحيرة في إفريقيا. كانت العبارة تحمل أيضا بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء، ولم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن يرجح أن تكون الحمولة الزائدة هي السبب وراء هذا الحادث. تبنى مجلس النواب الكندي بالإجماع مشروع قانون يصنف الجرائم التي ارتكبت في ميانمار بحق أقلية روهينجا المسلمة بأنها إبادة جماعية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى أحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. يدعو مشروع القانون مجلس الأمن إلى التحقيق مع كبار المسؤولين في ميانمار وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. بالإجماع ومن جميع الأحزاب صوت مجلس النواب الكندي على تبني مشروع قانون يصنف الجرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار بالإبادة الجماعية. ودعا النواب إلى إحالة قضية الروهينجا أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة كبار قادة الجيش لتورطهم في ارتكاب هذه الجرائم. أولا، المجلس يعتمد النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لتقص الحقائق في ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل الجيش ضد أقلية الروهينجيا وغيرها من الأقليات العرقية، وهذه الجرائم المريعة ارتكبت من أعلى مستوى في قيادات الجيش. ثانيا، تصنيف هذه الجرائم ضد الروهينجيا بأنها تشكل إبادة جماعية. وكانت بعثة تقصي الحقائق الأممية قد أكدت في تقريرها الصادر الشهر الماضي أن عمليات القتل الجماعي والجرائم من قبل قوات جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة تشير إلى وجود نية التطهير العرقي. التصويت بالإجماع في مجلس العموم خطوة هامة، ونشكر أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب والناخبين الكنديين لاختيارهم هؤلاء الأعضاء. هي خطوة هامة لكندا في تصنيف الجرائم ضد الروهينجا بالإبادة. وقبل أيام أعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية البدء في تحقيق أولي بشأن عمليات الترحيل القسري لأقلية الروهينجا المسلمة إلى بنغلاديش، والذين تقدر أعدادهم بنحو 700 ألف شخص، وما إذا كانت تشكل جرائم حرب أم جرائم ضد الإنسانية. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء في وفاة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، حيث أعرب عن خالص تعزيه للشعب الفيتنامي الصديق لوفاة الرئيس كوانغ الذي كانت له إسهامات مقدرة في رفع وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر. وتوفي الرئيس الفيتنامي صباح اليوم عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض خطير. قال التلفزيون الحكومي أن كوانغ توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة هانوي بالرغم من جهود الأطباء المحليين والدوليين لعلاجه. وكان البرلمان انتخب تران داي كوانغ في أبريل من عام 2016 رئيسا للبلاد، وكان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.
أفادت مصادر شرطية في ولاية نيويورك الأمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في مدينة سراكيوز أسفر عن سقوط أكثر من 7 ضحايا حتى الآن من بينهم أطفال. وفي وقت سابق كان 3 أشخاص قد قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح عندما أطلقت امرأة النار في مستودع في ولاية ميريلاند على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال واشنطن. قال مسؤول الشرطة إن المشتبه بها موظفة تعمل بشكل مؤقت في التوزيع ولم يكشف عن هويتها، وقضت بعد أن أطلقت النار على رأسها. قادم ما لدينا أخبار رياضة بصحبة آلاء حامد، ولكن بعد الفاصل. شكرا آلاء. افتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فعاليات بنل الشباب العرب الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة حتى 26 من سبتمبر الجاري بحضور ممثلي جامعة الدول العربية والسلك الدبلوماسي للوفود المشاركة، وذلك ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. استمرارا لفعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنال الشباب العربي والذي يعرض لوحات تشكيلية متميزة تعبر عن فكر الشباب تجاه الوطن العربي. هذا البنالي الجميل اللي في الحقيقة شفت فيه إبداعات من كل الدول العربية ما بين الفن والتصوير والتثقيف والإبداع، اللي كل دولة شاركت بما تمتلك، وايضا الشاب والموجودين اللي حسوا قالوا الصوره. شارك في المعرض نخبه من شباب الفن التشكيلي جاءوا من جميع انحاء الوطن العربي باعمال تمثل بلادهم. مشارك في المعرض هنا بعمل بيعكس عن طبيعه البيئه اليمنية تحديدا مدينه صنعاء القديمه. فخورين جدا انه نبقى موجودين في وسط ناس يعني amazing، يعني ناس مبهرين في التصوير. طبعا كانت مشاركتي اللي هو في لوحات بالتصوير الزيتي، هذه اللوحات حصلت فيها في هذه المسابقة والله الحمد اللي هو المركز الثالث. خدت مركز ثالث على مستوى الوطن العربي في البنالي، وتجربة جديدة لي ان اشارك مسابقة دولية، يعني في وجود الناس نفسهم. دايما بتبقى مسابقات بنبعت الاعمال بس والاعمال بتتحكم وبيرجع لنا النتيجة، بس دي مميزة أكتر في أن الناس نفسها موجودة. البنالي ثالث فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي أكد على قدرة الفن في إبراز جمال كل دولة، كما أنه أتاح الفرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب العربي. هنا النحال، النيل. ختاما لم يتبقى سوى تذكير بأبرز ما كان معنا من أخبار. الرئيس السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اختتام فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية. بعد إسقاط الطائرة الروسية، إسرائيل تقول إنها لن توقف ضرباتها في سوريا لكنها ستبذل مزيدا من الجهد لعدم الاشتباك مع القوات الروسية. نهاية نشرتنا الإخبارية المفصلة على رأس ساعة، موجز الأهم وآخر الأنباء. ابقوا معنا دائما على شاشة نيل للأخبار.